وعلى الافراد اللي عندهم حسابات في البنوك وكده. وفعلا الاتاكس منتشره جدا جدا، او ان هو بيأتاك يعني بيحط زي لوجن بيج بتاعت فيسبوك بس على ويب سايت تاني. للاسف في ناس كتير بتقع في الاتاك ده، والاتاك ده حتى مش محتاج حرفيه كبيره، مش محتاج حد يبقى عنده معلومات كبيره، بس في ناس كبيره جدا بتقع في الاتاك ده، و يعني بيتم سرقه حساباتها عن طريق الاتاك ده. يعني في هذه الحالة ازاي نقدر نتعامل مع المواقع الالكترونية فيما يخص فكرة الدفع الالكتروني دون ان نتعرض لفكرة ان احنا نخترق او يعني يخترق الحساب بتاعنا؟ هو الفكرة بس ان الناس لازم يبقى عندها وعي، يعني تتأكد ان الويب سايت اللي هي داخلة عليه هو فعلا الويب سايت الحقيقي، يعني فيسبوك هو الويب سايت الحقيقي، مش بالشكل، مش باللوجو، مش بأي حاجة. يعني بس عايز امنشن تو اكزامبلز حصلوا موجودين فعلا. كان في لو كنا نعرف الطائره الماليزيه اللي اختفت فجاه في المحيط وكده، ده كان خبر من الاخبار القويه جدا على الانترنت. اللي حصل ان في ناس كتير حطوا خلاص، يعني عملوا زي صفحه مزوره، قالوا ان لقوا الطائره الماليزيه موجوده فين ومكانها موجود فين، وقالوا معلومات. فطبعا الخبر ده يعني مهم جدا، فالناس بتحب تدخل عشان تقرا معلومات اكتر. الفكره ان الويب سايت دي تبقى كلها مزوره واغلبها مزوره، مش سي ان ان او اي حاجه، حد هو عامل الويب سايت ده عشان لما حد يدخل يعمل له اتاك، فممكن بيحط له زي صفحه فيسبوك او كده. فلازم نتاكد ان الويب سايت ده هو فعلا بتاع فيسبوك او هو فعلا بتاع باي بال. اكزامبل تاني حصل من 5 ايام او 6 ايام على ويب سايت بتاع EA Games.com او ويب سايت بتاع العاب مشهور قوي، حطوا عليه صفحه لوجن بيج زي بتاعت ابل بالظبط تماما. فهم عملوا اتاك للويب سايت وحطوا عليه صفحه بتاعت ابل بالظبط. فاي حد من مستعملي الويب سايت ده لما يشوف صفحه ابل لحد كبير قوي الى يعني الى ابعد الحدود هيصدق ان دي فعلا صفحه حقيقيه، وهيحط الباسورد واليوزر نيم الحقيقي بتوعه. فده عشان عن طريقهم بيتم سرقه الموضوع. فالحاجه البسيطه قوي واللي احنا بننصح بيها اي حد ان المفروض يتاكد دايما تماما ان الويب سايت ده فعلا بتاع فيسبوك الحقيقي او بتاع ابل الحقيقي قبل ما يحط اليوزر نيم والباسورد بتاعه. وبالنسبه للشركات او للمواقع الالكترونيه مفيش فرصه انها تحاول تحجب او تمنع يعني اللينكات دي منها تظهر على الصفحه الخاصه بيها؟ للاسف هو اكيد المفروض تمنعها انها توصل للصفحه الخاصه بيها، بس حسب طبعا طبيعه الويب سايت. يعني فيسبوك ما يقدرش يمنع ان اي حد يحط لينك عنده على البيج او على اي حاجه، بس اكيد لو بنك او كده المفروض اكيد يعني يحاول يمنع ان الحاجات دي تظهر عنده في الصفحه. هو الفكره ان الاتاك دايما بتبقى عن طريق مثلا ايميل، حد بعت ايميل بيقول مثلا، يعني مثلا لو حد بيتارجت يعني في اكزامبل مثلا نايل نيوز، فهيبعت ايميل هيقول اوكي شوفوا الصور الجديده او شوفوا السكريبت الجديده على اي ايميل من حد اللي شغالين جوه. فلو الحد ما عندوش وعي كافي من غير ما يبص على اللينك بتاع الايميل ويتاكد ان ده تبع دومين بتاع نايل نيوز، هيدخل على الايميل وهيحط اليوزر نيم والباسورد بتاع مثلا نايل نيوز او ايا كان ويب بيج وهيتسرقوا. فهو الفكره ان الناس دايما ما هتوصلها ايميلز عن طريق هيوصلها اللينكات عن طريق الايميلات او عن طريق فيسبوك او عن طريق حتى واتساب، بس لازم يتاكدوا تماما انه فعلا ده هو الميل اللينك الحقيقي للويب سايت اللي هم داخلين يحطوا عليه المعلومات. طب يعني في اطار الهجمات الالكترونيه ويمكن الثغرات اللي بنتابعها يوم بعد يوم، لفين وصلت المنافسه ما بين الهاكرز الاخلاقيين او الوايت هاكرز وبين الهاكرز السلبي او اللا اخلاقي اللي يعني ممكن نقول بيعتدي على خصوصيات سواء الافراد او الشركات؟ هو اكيد المنافسه قويه جدا، ودايما الناس وعشان ما فيش وعي كافي قوي في حكايه الهاكر الاخلاقي او والهاكر التاني ما فيش وعي، فالناس بتتجه في احوال في اتجاه ان انا عايز اتاك الويب سايت ده، انه هو ده اصلا يعني حاجه ليجل او ليجل او حاجه اثيكال او ان اثيكال. في ناس كتير ما عندهاش وعي كافي. اعتقد زمان يعني من فتره بنتكلم، لو بنتكلم على 3 سنين او 4 سنين، فبنتكلم ان الهاكر الغير اخلاقي كان اقوى قوي قوي من الهاكر الاخلاقي، وكان عددهم اكبر بكتير قوي قوي من الهاكر الغير الاخلاقي. بس دلوقتي اعتقد الموضوع اتغير شويه، البلاد ابتدت يبقى في وعي كافي والمؤسسات ابتدى يبقى في وعي كافي. في انجلترا الحكومه الانجليزيه كانت بتدعو الناس ان هم يشاركوا زي يعني يبقى في زي جبهه كده الناس يعني تنشر وعي الهاكر الاخلاقي وتحافظ على السكيورتي في البلد. واعتقد وفي مصر برضو كان في انيشيتيف من شركه ستار وير ان هو نفس الحكايه، انه الناس كلها تجتمع تحت مظله الهاكر الاخلاقي عشان الناس تشير معلومات، عشان يبقى في كوميونتي. يعني الناس بتدعو الناس للمعلومات الكويسه، بتدعو الناس ان هم يستعملوا التكنولوجيا بطريقه كويسه. اعتقد دلوقتي السباق بقى قريب ما بين الهاكر غير الاخلاقي والهاكر الاخلاقي، بس اعتقد برضو
ان هم ستيل متقدمين عن الهاكر الاخلاقي بجزء. نقدر نقول ان دايما ما يقوم به الهاكر الاخلاقي هو رد فعل على يعني ما يسبقه اليه من الهاكرز اللا اخلاقي مثلا من اعتداءات على الخصوصيه. ودايما ده اللي بيحصل، ودايما اللي بيحصل ان دايما الشر بيبقى سابق شويه الخير، ودايما لما بيحصل شر بنبدا بقى نفكر طب ازاي هنشيل الحاجه دي او ازاي نشيل الحاجه دي. فدايما في الحياه كلها في شر وخير، ودايما احيانا الشر بيبقى سابق شويه الخير، ويعني هي الحياه كده، شويه ده فوق وده شويه ده وشويه ده فوق يعني. بشكرك شكرا جزيلا مهندس إبراهيم مسعد خبير أمن المعلومات على هذا التحليل. ومشاهدينا الكرام لسه مستمرين معاكم، ويمكن الفاصل الجاي هيكون حول التقرير أو الإحصائية اللي قامت بها كاسبر أو قام بها كاسبر سكي لاب، واللي بيتحدث فيها عن الاختراق للمواقع المختلفة وتحديدا الاهتمام بالمواقع الخاصة بالمعاملات البنكية والمعاملات المالية. نتابع هذا الفاصل عن هذا الموضوع ثم نعود لنستكمل هذه الحلقة من تكنولوجيا. هذا البرنامج برعاية أزجاتك. العالم كله بيتجه الآن لفكرة تدوير المخلفات ومحاولة الحفاظ على البيئة بجميع الأشكال والصور الممكنة. الصين في محاولة منها لتشجيع المواطنين على عدم رمي المخلفات بشكل عشوائي، ويمكن تقسيمها والتخلص منها بشكل آمن بحيث أنها ممكن تستخدم مرة أخرى ويعاد تدويرها. عملت مبادرة كانت بتعطي تذكرة مترو لكل من يسلم زجاجة للجهات المختصة في الصين. فيديو سريع نتابعه الآن عن هذا الموضوع ثم نعود معكم لنستكمل حلقتنا ونتابع فيها الموضوع الأساسي حول الروبوت.
موضوع الروبوتات أو فكرة وجود روبوت في مصر يستخدم في مجالات عدة من الموضوعات الهامة في مبادرات ومحاولات شبابية كتيرة، يمكن آخرها المحاولة اللي هنعرضها اليوم من خلال فريق روبتك عمل روبوت هنتعرف على استخداماته المختلفة من خلال لقائنا مع أعضاء هذا الفريق. أحمد عاطف عضو فريق روبتك، برحب بيك في تكنونايل. ايضا معانا محمد سامي عضو فريق ايروبتك، برحب. نتكلم في البدايه عن الفريق، يعني ليه فكرتوا ان انتوا تكونوا فريق مهتم بموضوع الروبوتات؟ هو في البدايه من لما كنا طلبه كان في نشاط طلابي دخلنا فيه، كان هو روبوكون. شاركنا في مسابقه روبوكون 2011 على مستوى الجمهوريه، خدنا اول جمهوريه في المسابقه وشاركنا في المسابقه العالميه في تايلاند بانكوك. فابتدى الموضوع نشوف مجال واسع شويه في المسابقه العالميه ونشوف روبوتس كتيره، فابتديت من هنا يعني ان احنا عايزين نعمل حاجه في الروبوتس في مصر. واعضاء الفريق متكون من كام عضو؟ هو الاعضاء بتوع الفريق انا وعاطف ومعانا باشمهندس تاني اسمه احمد نفيس، بس هو ما قدرش يجي معانا النهارده. ثلاث اعضاء فقط يعني وهل فكره انك يعني تعمل روبوت سهل قوي يعني بثلاث افراد ممكن يعني يصنعوا روبوت هو في النهايه؟ هو الاسلوب بسيط جدا، هي سيكونس معينه، خطوات معينه بنتبعها علشان نوصل للهدف في الاخر. ثلاث اعضاء بقى او اربعه، المهم نحقق السيكونس ده بالظبط. يعني فكره تصنيع روبوت احتاجت دراسه مختلفه عن الدراسه اللي حصلتوا عليها في الكليه، احتاجت دورات تدريبيه معينه علشان تقدروا توصلوا للتصميم النهائي اللي توصلتوا له، ولا الموضوع كان يعني جهد شخصي الى حد كبير او معتمد على اللي تم دراسته؟ هو طبعا في الكليه الموضوع الواحد بياخد شويه بيزك او بروجرام بسيطه شويه والواحد بيدور في الكليه هو بيلاقي نفسه في اي حته. يعني على سبيل المثال خدنا في الكليه السوليد وورك ازاي هنرسم عليه، وانا حبيت مثلا شويه الموضوع فببتدي ازود نفسي بره الكليه بحيث ان انا ازاي اقدر اعمل ديزاين كامل للروبوت من اي تو زد، وازاي اصنعه مش بس ان انا ارسمه، لا مش ان انا اعمل له ديزاين، ممكن اكتفي بكده، ازاي الديزاين دوت يبقى ابليكابل على الطبيعه ان هو ينفع يشتغل، اعمل بيه حاجه تفيد المجتمع عامة. يعني هل شاركتوا في مسابقات تانية بأفكار أخرى ولا الموضوع كله كان مرتبط بالروبوتات؟ هو احنا اوريدي اشتركنا في مسابقة روبوكون، وزي ما قال عاطف احنا خدنا أول جمهورية وسافرنا تايلاند في المسابقة العالمية. اشتركنا كمان يعني الروبوت اللي عملتوه كان معتمد على الأساسيات اللي شاركتوا بيه في مسابقة روبوكون، ولا طلعتوا بحاجة مختلفة تماما عن اللي اتعمل؟ تمام، هو يعني نفس السيكونس زي ما قلت لحضرتك ان احنا بنتبع خطوات معينة عشان نوصل في الآخر لهدف معين. احنا برضو شاركنا في مسابقة اسمها SBDC تبع الجامعة البريطانية تبع الأزمي، وخدنا الحمد لله مركز ثالث على مستوى الجمهورية. بس بالروبوت اللي انتوا صنعتوه؟ بالروبوت اللي احنا عملناه. طب الروبوت اللي انتوا صنعتوه المفروض ان هو يعني يستغل في ايه؟ يعني معمول لمجال معين ولا ممكن نستخدمه في مصر في مجالات مختلفة؟ تمام، هو اوريدي الروبوت اللي احنا عاملينه ينفع لابليكيشنز كتيرة قوي. اللي احنا عاملينه ممكن ينفع الابلكيشن كمثلا كمسابقات، كطلبه، كروبوت صغير بيتحرك جوه مثلا مصنع بيشيل حاجه من مكان بيحط حاجه في مكان بيتحرك بطريقه معينه، لكن هي فكره الروبوت نفسه في اللي احنا عاملينه مش كروبوت، الفكره نفسها في الويلز في الموشن. الويلز اللي احنا عملناها هي بتغير الموشنز الطبيعيه بحيث ان هي بتخلي الروبوت يمشي في كل الدايركشنز، يعني يقدر يمشي يعني روبوت مصمم، يعني زي ما احنا شايفين هنا روبوت مصمم ليه عجل وبيستخدم بطريقه معينه ممكن يستخدم في الصناعه، وايه تاني مجالات؟ يستخدم في الصناعه ويستخدم ممكن في بيت، ممكن هو مثلا في الصناعه في اليابان مستخدمينه في الفورك ليفت اللي هو الجرار اللي بيشيل الكراتين الكبيره جوه المصنع، بحيث ان الفكره كلها العجله. طب هي ايه فكره العجله اللي احنا عملناها؟ هي دي اومني ويل والروبوت العجله اللي فيه مكنه ويل، هما الاثنين بيعملوا نفس الفانكشن بس بمعنى ايه عشان اوكي الاومني ويل والمكنه ويل الفكره فيهم هي عجله بس فيها ابلكيشن زياده شويه ان هي تقدر تمشي بجنبها. احنا برضو اكيد هنعرض او نشغل الروبوت نفسه بحيث ان الناس تقدر تشوفه على الطبيعه ان الروبوت احنا ممكن نشغله، يعني ممكن نشغله دلوقتي برضو بحيث ان الناس تبقى فاهمه معانا هو بيعمل ايه بالظبط. اكيد مفيش مشكله طبعا. اوكي استاذنك بس اقوم. اتفضل. هو الروبوت احنا الكنترول بتاعه عملناه برضو من خلال الموبايل، نقدر نمشيه من خلال الموبايل عن طريق الموبايل، يعني تطبيق على الموبايل بتقدروا من خلاله ان انتوا تشغلوا الروبوت. عملناها وشغلناها بالظبط. هو الموبايل اوريدي فيه بلوتوث،
الروبوت برضو فيه بلوتوث، فانا عن طريق البلوتوث ده بكونكت الموبايل بالروبوت. عن طريق الابلكيشن اللي انا عامله على الموبايل بخلي الروبوت يتحرك قدام ورا، ويقدر كمان يلف حوالين نفسه. ده العجل الطبيعي يقدر يعمل كده، انما الجديد في المكنه مويل ان هو يقدر يتحرك بجنبه.